تيرارارارارا تيرارارارارا تيرارارا يا فرحتي باكر يا فرحتي باكر يوصل حبيبي يوصل حبيبي باكر أضم بشوق وحنان وأزيد علي الأحضان أضم بشوق وحنان وأزيد علي الأحضان تيرارا. الله الله عليك. الله الله مبدع. الله أفضل ملحن. لا سعيد تيرا وداعية يا ماضي الحب يا ماضي الحب سعيد ودا سعيد. اوه كانك انت خاف الله دحين صقعت انت. بقول لك ما تشوفنا دحين مشغول. لا مشغول في واه مشغول. هتشوفنا يارس نلحن. لا داخلي موهبة مدفونة. بنصحتي بنصحتي خلها داخلك مدفونة أفضل. لا خليك مع الكورال حقك مع الشغلات دي تحصل لك الحان. ما هو من يلحن؟ أوه يا قال من يلحن. أنت ما سمعت اللحن حقي؟ لا سمعته. وهو سمعت حق أطفال. تقول حق أطفال اللي في الأطفال حق أطفال. أنا غلطان إني أتكلم مع واحد ما يفهم بشيء. وهذا راك أنت. دو ري مي فا صول لا سي دو. سعيد خلاص 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 فهمتك الحين. أنا بقول لك سمعنا سعيد كلام صدق يعني. أنا سعد الله يا أخي يا أخي طول في البلاد حقهم. أوه يا أبي أنت تعرف سعد الله لما يروح البلاد. كأنك صح. لأن هو مشغول بأمه. تعرف سعد الله متعلق بأمه يم. والله فعلا يا اخي بعد ما راح العزبه كذا ما لها طعم. ما لها يعني ما بقول لا طعم لا لون لا رائحه ما غير صور وزعاق. وين استحي على نفسك استحي. هو نقول لك انا ملحن بس خلاص. بس انت ما تقدر الاصوات. انت واحد صاحب بوزه يعني واحد صاحب موسيقى كورال. ما كورال كورال ولا جالس. عاد احنا ابو واحد منافس لك. مع السلامه. ومع السلامه. ومع السلامه. ما عاد بيقابلونك. طيرت اللحن علي. الله يطير العقل حقك. ودحين اللحن. نبدا دوام اللحن. يا فرحتي والله وداعيه. طيب يا عيالي حد اتصل بسعد الله؟ أنا لم أتصل كوني لا أملك رصيدا في جوالي. طيب وانت يا العباد؟ نتصلت كلمتنا واحدة قالت لي الرقم مشغول أو خارج نطاق التغطية وزوي. يا لك من كورماني. نا كورماني وانت لا. بس خلنا نحن من اللي حكم ذي وهذا. أنا لقيت شيء أكل لقيت شيء حاوي يواع شيء أشياء. يا أخي نملك يا أخي نملك بلا حاوي بلا بسط. ونحن ماشي اكل لا عشاء ولا حاجه نملك بس نم. ما علينا يا حبيبي ما علينا. ايوه نعم. اي الله لا 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 يا ريال وينك خاف الله. اوه 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 والله لك وحشه العزبه من دونك. ايش بقول لك خرابه خرابه العزبه. كل من ما وقتك ما وقتك. ها يا اخي تعبنا سعيد صاحبك ذي. اعرف انه صاحبي اخوي بس كل يوم هو يغني وابغى نفسه في النام بالغصب. من وين؟ من يا اخوي خلينا نتكلم لحظه. ابغى عبد الرب دريس وشويه تعرف عبد الحليم حافظ. تعبنا. يقول لي وراك في صوتي تعبنا والله تعبنا يا اخي. من هو؟ يا اخوي طيب يا اخوي خلي الواقع حقك دحين مالك انت كده. بقول لك هو من عدو يارس بيمي جو والثاني ذا هذا كله ما شكله يعرف بس خلاص بس شكله يعرف ما تدخل يا اخي. هو بده يغنون بنته هو كده بعد دحين. مين هو ده بقول لك يغنون؟ مين بيكلمه عادو؟
سعد الله؟ ها؟ متأكد انه سعد الله؟ ايوه. وكأنه ما بغى يرد عليكم انه نتصل بدوبي يجي لي مشغول. قول لي ليه؟ ليه؟ ما بوقت كلمه لأنك بلا عقل. حقك يا ابو العقول، حقك يا ابو العقول يا برميل الخل واحد. اقول لك لا تلمس فكر، اقول لك لا نفكوا. اوه الو وقفت كمان شو نبلك. الو اوه خلاص والله باك عطيتكم منه. واه باك 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 روحت بالتلفون علي. ايش باك 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 واه 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 تلفون اللي تعرفون اسلاك مع الدقات اللي بتلفون دحين سكت وعطلتوه. دعنا شبريا وما نيل المطالب بالتبني لكن تؤخذ الدنيا غلاما. السلام عليك أخي السعيد. وعليكم السلام. أهلا يا حي يا حي عبد الرويس. أخي السعيد جيت أستشيرك في أمر ما. تفضل. اولا المعذره على قطع خلوتك. لا عليك لا عليك تفضل. اتصل بي قوما يريدونني ان اشارك في احد المسرحيات التي على المسرح باللغه العربيه الفصحى. بغاك انت تشارك. ايوه كوني فلطوط من فلاططة اللغة العربية. أنا درويش الذي لا يهزم ولا يقهر. فلطوط. فلطوط من فلاططة. أيوة. ماذا تريد يا فلطوط؟ أريدك أن أخذ رأيك في الأداء الذي سوف ألقيه في تلك المسرحية. واهو الدور مطلوب مني أنا. واه الدور أنا حامل المصباح. عامل المصباح انت؟ اجل يلا تفضل يا فلطوط. يا ناس انا حامل المصباح على ظهري سنينا واشهرا واياما وساعاتي حتى اندم الكتفي وسال الدم على ظهري وتسحسح تسحساحي. فنامت القوم سحسحا فنامت القوم فما زلت على الوقع صاحي طول الليل من شدة الألم أتكعلس تكعلاسي. يا سلام يا سلام يا سلام. ما رأيك في أخيك الدرويش؟ أكيد كعلاسي ما دام فيها كعلاسي ماذا أقول على الكعلاسي؟ فخشبة المسرح بتقول كعلاسي. أجل تتكعلس كعلاسي. أجل وفلطوط من الفلاططة. وهو المانع في ذلك؟ المانع؟ بغيت تسمع كلام قوك انت. أجل الدور ما يناسبك. لماذا؟ لأنك فلطوط. أنت حاقد أنت حاقد وتحسدني على الذي أنا فيه. حسدك على واحد الحين انت على اللغة السليمة التي تتبلبل من فمي. ومن بلبلة وانت فلطاطي وتسحلالي. حاقد نحاقد. أيها القصير المكير أنت حاقد. نحاقد. أيوة عجل. أيوة عجل حاقد. والله يا فلطوط يا فلاطتتي نحاسي نحاسي فلطوط مسحسح راسي يا راسي. راسي يا أرجلي. وراك يا درويش كأنك ماسك راسك كذا. لا أستطيع الكلام. كيف ما تستطيع الكلام كأنك في الحالة ذا؟ لقد تعاركت مع وحش من الوحوش الكاسرة ولكنه غدر بي ورشخني على أم راسي. أنت حتى وأنت مضروب أتكلم بالفصحى. قل لي طيب من هو اللي ضربك؟ أنني أشعر بالعار والهزيمة لن أقول لك. بتقول لي من هو ضربك ولا بقوم بزيدك بلقينك بدل الجرح جرحين دحين؟ أبو ناصر إنه السعيد. السعيد؟ وعلى وعدك السعيد؟ على فصاحتي في اللغة العربية الفصحى. خلاص يا درويش خلاص يعني هدك لأنك تتكلم عربية فصحى
خلاص ولا يهمك يا درويش، انا بروح له وبوريك فيه. روح دحين تروح، روح داو راسك ولا يلقى لك شيء دواء في راسك، يلا ونام بروح فيه. ما يهمك، روح يا درويش. وش الشغل ذا؟ وكلكم دحين بهتوا تبن احنا كذا ضياء خبر انا ضياء هات نحن ضياء ضياء خب معاكم ايوه ولا قتوه انتم نحن ياسين نحن ياسين صافي تدرى سقط التليفون حقه ولدته وقام مسك نحن حد بعد تشيل هاي يعني كسرت التليفون حق الريال وقتوا يلقي بخ انتم مثلا متعبين متعبين فلطوط فلطوط من الفلاططة من هذا الحين ده مالك انت سحتوت يقول يا يقول لك وانا بسحتوت وانا فلطوط من الفلاططه بتخربط بيك انت وين فلطوط فحطوط دحين ده من انت من دحين مالك قول لي ونقول لك يا اخي حوش بي حوش قول علي نا نا جاهل وحاسد دخل من هو دخلنا نقوم نروح نبرش بو القاع من هو ده قول لي تبرش بو ولا شيء نا قد قمت بالمهمه حلو تمام بس من هو قول لي درويش ايه درويش من درويش درويش الشاعر حقنا وعيب عليك يا اخي درويش ينحط على الجرح يطيب درويش واللي خلاك تغلط في درويش حرام عليك نقول لك هو اللي حوش بي يا ناضية قولي غلط انتوا كلكم بغلكم ها ما حالكم عادل من العزبة ذي وين حصل يا على ناصر وين اللي حصل المفروض نتكلم معاكم ناصر يا عم ناصر بلا يا عم ناصر بلا 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 احبابة بلا كلام فارغ يا اخواني انتوا خافوا الله اكسروها بس عند عضلات وهدات وذي في العزبة كلكم كذا لا ما غلطت عليه يا عم ناصر ما غلطت عليه ما غلطت عليه من هو ما غلطت عليه درويش درويش يا اخي حد يتحوش عليه كلنا نتحوش منه بس ما نهده ما نضربه يا اخي عيب يا اخي حصروا منفسكم خلي عندكم شوية ذوق ولا كل الأبكاس والعدات كلها نحن بنقول ما خلي أمال العزبة لكم طيب يا عم ناصر خلاص احنا يمكن صح درويش مدري سعيد غلط على درويش بس خلاص سموحة يعني خلاص يعني يحصل يحصل يعني لا مو يحصل يحصل لا لازم توافقون ان حدكم يعني مو كل مرة نحن بنتعب وينك يا صاحب الله وينك وينه صاحب الله صاحب الله وينه تعبتنا تعبت من كان دي تعبت والله صعب الله كان حلم شاكل ها ريال حاكل انتم ما بتسمونه في لحظة واحدة ما بتسمونه لا في عقل ولا في رزانة ولا في كل لا عم ناصر ده كله صعد الله صعد الله ونحناش يعني ما نحنا مالين عينك لا بس انتم انتم ما صعد الله انتم الحلول حقكم كلها بكاس كلها هدة انا خلاص شونا خلاص خلاص لا حوش ما هنا ويعبر غش العزبة وشلفوها يبقوا بالعزبة لا تأخذك بهم رأفة ورحمة أيها العم ناصر أكيد عليك داخل بيقع على كل شيء تمام إن شاء الله عم ناصر مكنهم في الحكم مكنهم ولا يهمك يا العباد بيخري الحق يوهم ما الذي أتى بك إلى هنا أيها السعيد؟ بغينا نعتذر يا عم ناصر تعتذرون من وين؟ تعتذرون من وين؟ نحن خلاص بنشيل انفسنا بنروح من العزبة دي وانتم يرسوا دوركم احد مصارعين تعيشون معهم معك يا عم ناصر في واحد بيكلمك من الواحد؟ سعد الله سعد الله؟ ايوه هات بكلهم هات مرحبا حي الله سعد الله والله الحمد لله طيبين وايش حالك انت وايش الاهل كلهم بخير كيف لا لا يا سعد الله لا يا سعد الله انا ما بغيتك تدخل في الموضوع هذا بغيتك تبعد لا تتدخل انت في الموضوع هذا خلنا انا بحسمه بطريقتي كيف يعتذرون والله اللي شوفه يا سعد الله خلاص كلامك طيب اللي بغيت بغناء يا سعد الله ولا يهمك يلا مع السلامة سلمي على الأهل خلاص خلاص
اعتذروا لاخوانكم. نحن نبغى التحكيم يا عم ناصر. خلاص قلنا. والضرب الذي اكلناه هل يذهب سدى؟ قلنا خلاص. هم بيعتذرون لكم وانتهى الموضوع. انتوا اخوان. يلا. الله يعفو. لا سامحونا. ايوه حياك حياك يا سعيد. يلا. سوف نهزمكم هذه الليله اشر هزيمه. ها ها بمشيل عليكم الكاسك وكل مره وكل مره لتعبوا نفوسكم. نحن اصل الرياضه. ايش اصل الرياضه؟ نحن الكؤوس حقنا نحن نشيلها عليكم كل مره. اي كؤوس انتم تحملونها؟ نحن اساس الكؤوس. هذا الاخوي خل 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 دحين وين دخلت؟ حسين ولا سيدة زينب؟ ادخل قال لك ادخل. احللت سهلا ويا مرحبا. اسمع يا سعد الله وبسالك انت مع فريق البلحة ولا فريق التفاحة؟ تفاحة البلحة. تفاحة البلحة مع التفاحة. بس خلاص بس بس من مع البلحة ومن مع التفاحة؟ نحن فريق البلحة. ونحن التفاحة. نحن لا بلحة ولا تفاحة. اذا مع من؟ مع الحكام. وابغت نقول لك يا سعد الله العذبة انقلبت ملعب رياضي. والله شفت هنا داخل استغربت كلين بعلمه كلين برايته وديلي في الكنبة دي وديلي في الكنبة دي ديلي زعلانين من ديلي وديلي زعلانين من ديلي شغلة ومهو العزبة وبس البلاد كلها يا عم ناصر. طيب قل لي انت تشيع من ديلي ولا ديلي؟ انت تعرفنا ما لي شي في الرياضة. انه لو بيلعبون برشلونة وريال مدريد تحت دارنا ما بشرف ولو بيلقون الملعب هذا الدخول لحسابي ما بدخل. والشغلة دي مرة صح. قال أقول لك كيف الأهل بخير كلهم طيبين؟ والله الحمد لله في نعمة الحمد لله. والله يا سعد الله غيابك عمل فراغ كبير في العزبة أمانة. وأنا معاك قدرت نحل مشاكلهم هذول تعبون ونا تعبون. يا عم ناصر أنت الخير والبركة وأنت عاقلني وأنت الكل يقدرك. أيوة يا سعد الله بس نحل مشكلة ندخل في مشكلة. نحل مشكلة وندخل في مشكلة. ليش جديد بعد؟ في مشكلة جديدة. واحد تفاحة وايش الثاني فريق حقهم اسمه؟ بلحة. بلحة مشكلة المشاكل. يعني هذا شبه يا عم ناصرنا لما كنت في البلاد حتى يتكلمون علينا يقولون انتم يا اصحاب المدينة كانكم كذا. هو كذا الرياضة عندكم. شفتوا لها كانكم يا اصحاب المدينه لانه الصور توصل طبعا واتساب فيسبوك سريع اللي يتلون واللي يلقي شغلات ما هي ريضه واللي يعني اشياء هذا توصل خزه وبنحن فعلا حتى مشاهد في الملاعب يعني حق التشيع ما هي مريحه ولا هي منطقيه وعيب ان نحن نعملها. الله نعم. والحين يقول لي هنا واحد ساكن دار بجنب الملعب ايوه يقول لي تعال يا سعد الله ولا قد فريقين ديلي بيلعبون تحصل الملعب مليان من الساعه 9 يوم الجمعه كي يصلون ومتى يصلون دي ما ادري. هذا بصراحه ظاهر غريب غريب. يصلون وين؟ في الملعب ما اكيد يمكن يا ما يصلون يا خلاص يقضي يلاقيها ظهر. الحين لانه الرياضه بتاثر على الدين ما هي رياضه. والله فعلا كلامك. هذه اشياء شوفها دخيله علينا، نحن لو كانت الرياضه هذا بتساعد نحن هي الرياضه الا عباره عن رياضه عن بدنيه عن روح. نعم. لكنها بالطريقه دي اصبحت ما تنفع. فعلا يعني ظاهره خطيره. الله يكون في العون ان شاء الله. الله يعيني ميا ان شاء الله. اوه يا دعمي. يا العباد وينكم؟ يا عين يا عين يا عين. وين وينه؟ بنهزه بنهزه. سمعوا يا شباب. ايوه سمعوا يا شباب. شوف
لا بغيت شعار يهز الملعب هز. نشيد قصدك نشيد؟ نشيد قوي. تعال يا دحمي اطلع. تفكر. ودك تفكر كذا. واه 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 ما شاء الله الدحمي هات هات طلع الدحمي نعلي اللحم هات الدحمي. بل هيهز الملاعب دائما عالي بل هيهز الملاعب دائما عالي بل هفي السماء عالي هفي بل هفي السماء عالي دائما عالي بل هيهز الملاعب بل سمعت الدرويش؟ إنني أسمع. نعم. بغينا الشعر قدام الأغنية حق حق الفريق حقنا تفاحة. لقد أتيت في ملعبي أبيض الذي دائما في العلاء. الله. الذي لعبك جميلا حلاء. الله 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 حلاء. طيب بغينا الشعر الآن بغينا الأغنية حق حق الفريق حقنا. دانا دانا يا دان دانا يا دان يا دان دانا دان يا دان شكرا لك ايها الضياء لقد اشغلتني اشغلت رفعت الحماس عندي واشغلت الحليله أبيض فاتني أبيض يلا طيب تعطي الدان أنا خلاص خلاص أبيض يا فاتني دان يا دان يا دان يا دان يا أبيض يا فاتني يا فاتني أبيض يا غالي أبيض يا غالي يا غالي يا غالي شليت كاسك ورفعت رأسي شلت رأسك شلت كاسك ورفعت رأسي أجل أيها الضياء ورفعت رأسي حلو واللحن في بطن الشعر يا الله أبيض يا فاتني أبيض يا غالي شليت كاسك ورفعت رأسي أبيض يا فاتني أبيض يا غالي شليت كاسك ورفعت رأسي أبيض يا غالي يا أبيض غالي أبيض يا أبيض يا فاتني أبيض يا غالي شليت كاسك ورفعت تفاحة بعدت لها جواب تفاحة ما سالت فيه البدر ساكن فوق وانت اللي ساكن تحت انت اللي تحت بصيت لي فوقي بشوق اتاري القلب تحت على عين الحاسد اوه 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 داخل فيه بيم مكان كان منه وراك خير شو وراك كان منه كانك هلاس وقاعد داخل فيك بيم
وراك هذا خير ان شاء الله وراك صدر الله واو واو وراك الحين دحين ديلا ما يسمعون الكلام معانا اثنين عمال يسرحون ويا جماعه امس يوم صرح يا جماعه قوموا ادخلوا سمنة من الريم خمس محلات تمطر يقول لك لا شارقه وين هالمطر دحين اليوم تهادوا وبكره ما بيسرحون وعلوات هادوا على المباراه حق بكره اللي بتقوم حق حقهم ديلا مدري من تفاحه وبلحه صدق ان المباراه محسومه اكيد تفاحه محسومه لان تفاحي اصلا افضل فريق على مستوى المنطقه عقنا فعلا يا سعد الله بلحه في الساحه بلحه ابطال وكؤوس بيبكون والله بيبكون شوف ليس من ده بلحة دحين انتو بالعقول شوكم كبار دحين الأسامي دي سمعتها أكثر من ما نسمع أشياء كل يوم نسمعها وانتم تذكرونها أكثر من التسبيح اللي تقولونه بعد الصلاة هللو بلحة فريق كبير يا سعد الله يا سعد الله بلحة شوف ليس بده بلحة تفضل بالله حق قالك بغت تفاحة ولا بلحة واحد يقول له تفاحة تفاحة التفاحة هذه منتشرة في كل مكان على فكرة التفاح الأخضر نوصيك بالتفاح الأخضر زين البلح اسمع انت وياه انتم دحين بتلقون هكذا وتعاشون وانتم في غرفة واحدة تتنازعون وانتم في غرفة واحدة ديل عمال سرحون مرة تهادوا وصلوا للمستشفى متى بنسرح معنا داري وانت تقول لي بلحة وتفاحة هتقولكم شيء يدخل لكم رزق هتقولكم شيء تكلموا فيه يدخل لكم أجر هتقولكم شيء تكلموا فيه ينفعكم في حياتكم يا سعد الله نحن مشجعين والرياضة دي يعني نبعتك حاية واحدة انت وياه دحين الفريق اللي فاز منهم بيعطونه ما شاء الله شيء من الهدايا وباصوا وملايين انتوا ما بت معاكم الدكام والهاس عندنا حب انتوا عندكم الدكام والهاس قال لك حب الحب ما هو كده عشق يا سعد الله عشق ما هو كده العشق بامكانك تفرح فرحه ما هو بالمهاترات حقكم هذا حال الرياضة يا حال الرياضة عمكم ناصر يشتكي منكم اليوم اليومين اللي ما حدنا فيها قال خبطوا العزبة خبيط ودحين خابطين الغرفة ودلا خابطين نحن في الشغل وانتم بلا عقول انتم اللي فيكم عقول مكان تتخبون وراديم يكركرونه خام كركرونه خام كركرونه خام يا سعد الله والله ما انا اريد ليه يجيب الكلام ده كركرونه خام يا عم صايم بعدين شوف نحن بلحة فريق معروف ما هو تفاحة أنا نشارك في بطولات كبيرة هذين خليهم تحت اللي يلعبون 11 و11 واللي يتعورون بعد المباراة 8 مليون ألو أجل أجل أريد سماعات تهز الملعب هزا لكي نهزم الخصم بسماعاتنا ونريد علما يوصل مداه من المحيط إلى الخليج أما من ناحية الشعر فالشعر عندي أيوة أجل أجل إنه عندي ويقول في مطلعه أبيض يا فاتني أبيض يا غالي شليت قاصك ورفعت رأسي أجل من كلماتي وألحاني على بركة الله دحمي ايوه طلع اطلع طيب اني نعيش الجو طلع اطلع بني يا بني يا غالي بني يا غالي بلحة يا بلحة يا بلحة في السماء علي بلحة يا هز الملح بس بلحة بلحة بلا تمرة خاف والله يا جماعة خاف والله ليه النهار انتوا بلحة وتفاحة ازهاي وبيقولون الناس وبيقولون الجيران عقلوا مالكم نوم له مالكم نوم مالكم صلاة الفجر له شوفوا نحن كنا ساعة كم دحين اخر ليل يلا 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 كل واحد
يسترجع على فرشه وينام. يلا بلا بلحه بلا بس خلاص قلنا نام يلا يلا بلحه قال تمره قال تفاحه شغل ايده معاكم يلا وهذو اقتمدوا اقتمدوا لكم خمدة خمدكم. سعيد صور وين ضياء؟ ها من ضياء دحين انت واو نوا عرفني وين ضياء. قال وين ضياء يا ضياء تعال 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 يا ضياء تعال. ابغيت منه انت؟ بغيت انا ما قلت انا سمع انت وياء خلوكم عايكركم انتوا عارفين اصحابي تهادوا وعارفين انهم في المستشفى مزقلين وعارفين ان بكره بتعطل بغيتكم تروحون معي بكره وتخلصونا من شغلنا فيها مشان نسلم على الدين. و تروحون معي بكره مشان نسلم على الدين. انت خليها بعد بكره. ما بيقع ما بيقعك يا الناس مسهلين العمل مني ما تاجل عمل اليوم الى الغد. ايوه يعني انت صح معك الحين بكره بكره. طيب ما بيقع بعد بكره بيقع بيقع كيف بيقع ليش ما بغيتوا تصرحون؟ انا بصراحة بغيت بشوف دموع تفاحة. وانا بصراحة بغيت لما يشوف الكاس نشله نحن يبكي واصحابه يخريهم من الملعب وبنا فرح. هم حكوس دينا دينا بس نحن حكوس مو انت مو انتم حكوس نحن حكوس هم انتش اللي تركوس انتم انت سمعنا انت وياه خلوا تفاحة بشد خل بلحة سمعنا يا بلحة وتفاحة قوموا فكوا علي ربنا يفك عليكم ان شاء الله خلوا نحن من تفاحة وبلحة هم يلعبون وهم نغتلبوا وهم اهتزموا نحن بنروح بنرد وهم تقول بقول حاجة واحدة وهم تقول بكرة لو فزنا بنروح للنادي هناك وبلحة قاية تفاحة فتيل عندنا والله يا التمر لقيت له عندنا هناك النادي والله رزمك تعرف الرزم وام الرزم تعال وام الرزم تعالوا كلك معنا من كلك الرزم سمعوا سمعوا سمعنا وياك اي كانك نلعب بلياردو على بلياردو هناك بلياردو بالريل هو سمعنا اسمع اسمع بالله عليكم سمعونا كلمتين بقولها لكم انتم شفت الظاهر ان انا بكره بخرج ملعب وبتصل بالقريه حقي ونجيب صحابي بروح فيكم كلكم انتم تعالوا معايا تفاحه خليك مع تفاحه انت بس خليك مع تفاحه بلا تفاحه بلا وقت حاضنون والله ما نفك عليكم ترادعوا عادكم ايوه تقول تعينون تنينكم متماسكين بس خلاص هودي الحق صدق شوكما بس يا انت وياه يلا ما تشوفوا ما تشوفوا الى قاتهم تفاحة لا لا يا ضياء ضياء سعيد خليكم عقال صدق عمكم ناصر ما يقدر لكم لا قلت لنا لهفتونا تقول نحفر حفرة هذا الروح هنا عمو ناصر اليوم سوف نهزمكم أشر هزيمة وبتهزمون من انتم حين خاف الله بقول لك عم ناصر انت تشجع من بلحة تفاحة بلحة بل تفاحة بلحة بس بلا بلحة بلا تفاحة وكلام ذي حين ذا خلونا نحمل الكلام ذا بتصيحون بلحة بلحة وتفاحة تفاحة نحن كنا زمان نشجع الكرام أخلاق وحب وود ما هو معكم دحين الايام ده مو تشيع ده معكم تتقاتلون وتترامحون في الشوارع وفي الملاعب هذا رياضه ما هي رياضه هذا فحسه يسمونه فحسه ومعناته هذا الكلام يا عم ناصر عم ناصر هل انت من مشيعين الكره؟ اوه كيف انا روحي الكره روحي الكره كان زمان كان الكراء والناس كان يحبون الكراء بأسلوب يحبون الكراء بشكل طبيعي كده ماشي بينهم مشاكل ولا عدات ولا بلاوي وبعدين أنا كنت شيء وحب الكرة
وهل كانت لكم أهازيج؟ وإيش من أهازيج؟ أهازيج حلوة والحان جميلة. مثل ماذا؟ مثلا نشجع البرتقالة، فريق البرتقالة نشجعه وأهازيج معانا كما هو مثلا أهد. يا البرتقالة دا 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 دا. يا البرتقالة دا 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 دا. متعلقة وتمشي متعلقة وتمشي تمشي بحالة دا 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 دا. تمشي بحالة دا 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 دا. يا البرتقالة دا 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 دا. يا البرتقالة متعلقة وتمشي متعلقة وتمشي تمشي بحالة دا 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 دا. تمشي بالحياة غالي علينا بالحياة غالي بالحياة هز الملاعب بالسماء علي. اسمع الحين خليك معايا يا درويش. نعم. طيب كلمت الرابطة أجل. تواصلت مع الناس أجل. لا تكلمت أناس من سيون وأناس من حصاء ومن رايدة الشرقية. أوه. ومن كل مكان. نعم نعم. وبيون جاهزين إن شاء الله على الباصات إلى الملعب. الله الله الله. هذا اللي بغناه هذا اللي بغناه. بني يا غالي علينا بني يا غالي بني يا غالي علينا بني يا شوف اسمع يا سعيد فريقكم هذا اللي ملقين له ضجة هذا فريق كله صياح كله لياح ولا حد معكم اصلا. نحن عندنا رابطة قوية الناس كلها تعرف نحن. قل له يا نعم. ايوه شعارنا الابيض و علمنا الابيض لون السلام لون السلام. نعم, نعم. لون السلام فريقنا لا يقهر ولا يتقهقر. نعم اسمع يا ضياء نحن فريق الكؤوس فريق الابطال كلهم العباد. مستودعك كم في الكؤوس انت ليه تبكي بغيت فاي ولا مسح بالابيض. بلحه اسمع بلحه 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 اسمعوا نحن فريق السلام فريق التفاحة لون الأبيض المحبوب عند الناس. أما أنتوا اللون لون ال هجوم. والله يا جماعة أنا مستاء من اللي حصل مستاء جدا. يعني أخوان أخوان عايشين تحت سقف واحد وتأكلون في صحن واحد وبعدين تتهدون وتتهدون على واه على مباراة فريق فاز فريق اهتزم. يا 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 منكم يا أي طريقة دي أبدا ما هي طريقة. المشكلة يا عم ناصر يقولون ان الرياضة فن واخلاق وتواضع والحاصل بيني هدات ومشاحنات بين الاخوة بين الزملاء في بيت واحد يتهدون تنين اخوان من بطن واحدة من شان فريق من شان كراء في حافة واحدة يتهدون صحاب من شان قال انت فزت قال انت خسرت في محافظة واحدة يتهدون حويف وده كله من شان واه من شان كراء. الرياضة فن وأخلاق
الرياضة متعة، الرياضة ناس في العالم كلهم يلقون كمان، نحن ما نلقي، عاصدين الدنيا من شان فريق بيفوز على اخوه. نعم الفريق الخسران المفروض يبارك للفريق الفايز، هذه الروح الرياضية. كلامك صح يا سعد الله، هذا المفروض اللي مفروض يكون.